ما الذي سيحصل عليه المستخدم عند شراء هاتف جالاكسي S10 بلس؟ سوف نجري هذه عملية الأنبوكسينج. هذا هاتف S10 بلس. مزود بثلاث عدسات خلفية، واحدة منها ألترا وايد لانس، عدسة فائقة الاتساع، الشاحن الذي يدعم الشحن السريع يدعى Adaptive Fast Charging. هناك أيضا الأدابتر الخاص بالهاتف، الكيبل الخاص بالشحن Type-C، وأخيرا هناك سماعات الأذنين من شركة AKG.